وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد تحية، بداية قراءتك لمشاركة مصر ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة محيط واحد وتوقيت هذه المشاركة. أكيد هذه المشاركة مهمة جدا، لأنه جاي قبل فترة قليلة من قد مؤتمر المناخ في قمة 27 تعاقدت في شرم الشيخ في نوفمبر، وتأكيد على التزام مصر بتحسين المناخ وبالتحدث باسم أفريقيا فيما يتعلق بمواجهة هذه التغيرات المناخية. وفي نفس الوقت كانت فرصة مهمة جدا لعقد لقاءات وعقد مشاورات ومباحثات مع أطراف مختلفة للاتفاقية، سواء في الاتحاد الأوروبي أو اتفاقيات المحيطات، لأنه النقل البحري أو ضمان أمن المحيطات وسلامتها جزء مهم جدا من ضمان البيئة، لأنها بتمثل 70% من الكرة الأرضية. نعم. الرئيس السيسي تحدث أستاذ أكرم خلال كلماته عن سعي مصر وخطواتها الحثيثة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، أهمية ذلك برأيك؟ هو جزء مهم قوي من سياقات كثيرة مصر تتفتع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل واسع، متعلق بالطاقة الشمسية، في متعلق بالهيدروجين، في متعلق بالسيارات والنقل العام الكهرباء والقطارات الكهربائية. فالهيدروجين جزء مهم جدا، الهيدروجين الأخضر يعني جزء مهم قوي من تقليل الاحترار، تقليل الانبعاث الحراري، تحسين المناخ بشكل كبير، مواجهة التغيرات المناخية، مواجهة التحولات المختلفة فيما يتعلق بالمناخ. واحنا عارفين انه الرئيس في جلاسكو كان حريص جدا انه يؤكد وجهة نظر دول العالم الثالث ودول افريقيا فيما يتعلق بتغير المناخ بشكل كبير، ويقدم مطالب مهمة جدا للدول المختلفة في افريقيا تحديدا، بانه الدول الصناعية تسدد ما عليها اللي هم 100 مليار لتقليل الانبعاث الحراري وتقليل تغيرات المناخ. ففكرة الهيدروجين أو الكهرباء أو سيارات الكهرباء أو التكنولوجيا، وحتى كان جزء مهم جدا بحثات الرئيس مع المسؤولين في النرويج أو في دول أوروبا والاتحاد الأوروبي لتدعيم فكرة السيارات الكهرباء، تدعيم فكرة النقل الصديق للبيئة، تقليل التغيرات المناخية. صحيح. كل ده في سياق مهم جدا، لأنه مصر مش بتتحدث فقط باسمها، بتتحدث أيضا باسم أفريقيا، باسم دول العالم الثالث والدول العربية. نعم. أستاذ أكرم، السيد الرئيس أعلن انضمام مصر إلى الإعلان الذي سيصدر عن القمة تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل، وكذلك أيضا إلى مبادرتي التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر. قراءتك لانضمام مصر لهذه المبادرات والتي أعلنها السيد الرئيس؟ ده تأكيد لاتجاه مصر بشكل جاد وبإرادة حقيقية نحو اي مبادرات تساهم في تقليل الانبعاث الحراري، تحسين البيئه، مواجهه التغير المناخي. لانه في الصيف اللي فات او في هذا الوقت، الفيضانات، الجفاف، الجوع، الفقر، كلها نتائج مهمه جدا للتغير واستخدام الانسان السيء للارض، والدول الصناعيه مطالبه بهذا الامر. فكره الانضمام فكره تاكيد الاراده والاصرار على السير نحو اي خطوات من شانها ان تحافظ على الكره الارضيه وتحافظ على المحيطات والبحار، وفي نفس الوقت تحافظ على الجو، لانه هذه القضايا لم تعد قضايا طرف كما كان في السابق، اصبحت قضايا ضروريه وحيويه وتتعلق بحياه البشر، خاصه في افريقيا والمنطقه العربيه بشكل كبير، ان افريقيا بتدفع ثمن كبير جدا لهذا الامر. فمصر في اتجاهها بهذا الاتجاه بتؤكد ارادتها وحرصها على الاتجاه لتاكيد هذا الامر. نعم. أخيرا أستاذ أكرم القصاص، في إطار كل المعطيات التي ذكرتها، كيف تقرأ أيضا الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر في التعامل مع هذا الملف الهام، ملف تغير المناخ، خاصة أن مصر بتستعد لاستضافة المؤتمر الدولي الهام جدا الخاص بتغير المناخ إن شاء الله COP27 في مدينة شرم الشيخ؟ زي ما أنا قلت في بداية كلام، ده كله يعني استضافة مصر أولا خطوة مهمة جدا، المؤتمر اللي هيعقد في نوفمبر في شرم الشيخ ده خطوة مهمة جدا لتأكيد إرادة مصر في هذا السياق. نفس الأمر فيما يتعلق بالسياقات الجديدة المرتبطة بإنه مصر زي ما قلت مش بتتحدث باسمها بس، بتتحدث باسم أفريقيا أيضا. نعم. وفي نفس الوقت كل الاتجاهات، سواء في الطاقة المتجددة، سواء في اتجاهات الانتقال الى الكهرباء، انتقال الى الطاقه النظيفه والنيتروجين وغيره،
كل ده مهم جدا وبينعكس وبيؤكد اراده مصر، واظن انه هذا المؤتمر سيكون جازما للكثير من كل الاطراف الحريصه على تحسين المناخ ومواجهه تغير المناخ. الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه.